بيبدأ الفيلم في مسرحية مدرسية من أداء مجموعة طلاب، وبعد ما بيخلص العرض بيرجع الطلاب دول يحتفلوا مع أصحابهم بسبب أدائهم المتميز في المسرحية، وبيقول طالب اسمه طارق إن الاحتفال النهاردة في بيت راما مؤلف المسرحية. وبعدها بتروح بنت اسمها سور لطارق وبتقوله إن هي مش هتستنى إعلان جوائز المسرحية لأنها لازم ترجع للبيت دلوقتي علشان مامتها محتاجاها ضروري. وأثناء ما سور في الطريق لبيتها بتنشر صور المسرحية على موقع المسرحية على النت اللي هي مصممة بنفسها، ولما بترجع للبيت بتساعد مامتها في إدارة المطعم بتاعتهم، وبعدها بتمسك تليفونها علشان تتأكد من نتائج الجوائز، وبتفرح جدا لما بتلاقي مدرستها كسبت، وبتبلغ مامتها بالخبر ده والفرحة مش سايعاها. فبتقول لها مامتها واضح ان انتي مشغولة بالمسرحية ومش مهتمة بدراستك، فبتقول لها سور ان المسرحية وتصميم المواقع هيبقوا بداية قوية ليها في تقريرها وسيرتها الذاتية، خصوصا ان سور رايحة تقدم تقرير بعد بكرة في جامعة مشهورة علشان تاخد منحة دراسية هناك. وتاني يوم في المدرسة كل الطلاب بيكونوا بيحتفلوا بالفريق المسرحي والمسابقة اللي فازوا فيها، وبيقول مدير المدرسة خطاب لأبطال المسرحية بيشكرهم فيه، وبيشكر اتنين على وجه الخصوص، راما المؤلف وأنجل مخرجة المسرحية. وبعدها بتروح سور لصديقها المقرب أمين واللي شغال في مكتبة، وبتطلب منه ان هو يروح معاها حفلة راما بالليل لأنها محرجة تروح لوحدها. فبتقاطعهم بنت اسمها فرح وبتقول لسور انها بنت جديدة في الفريق المسرحي، وعلشان كده الأحسن انها ما تروحش للحفلة وتركز على المنحة اللي هتقدمها بكرة، لكن سور ما بتهتمش بكلامها. وبترجع سور للبيت وبتقول لباباها ومامتها انها راحة حفلة مع اصحابها، فبيحذرها باباها انها تشرب اي نوع من انواع الخمور، وبتطمنه سور انها مش هتشرب اي حاجة. وبعدها بتروح مع أمين للحفلة، وفي الطريق بتسأله سور عن البنت اللي كانت في المكتبة لأن هي ما تعرفهاش، فبيقولها أمين إن البنت دي اسمها فرح وإن هي كانت المصورة القديمة للفرقة لكنها اتطردت بسبب مشاكل مجهولة ما بينها وما بين أعضاء في الفرقة. وبيوصلوا للحفلة، وهناك سور بتقابل والد راما اللي بيقول لها إنه كان بيدور على صانع مواقع إلكترونية محترف، ولما شاف شغلها على موقع الفرقة أعجب بشغلها جدا وعايزها تشتغل معاه وتصمم له موقع مقابل مبلغ مالي، فبتوافق سور وهي متحمسة جدا. وبالليل في الحفلة بيبدأوا كل الشباب يلعبوا ألعاب ويتسلوا، وطارق بيقترح لعبة إن هم هيلفوا راس ضخمة بسرعة واللي الراس دي هتقف وتبص عليه هيشرب كاس من الخمور، وكلهم بيوافقوا يلعبوا. وبتبدأ اللعبة وبتقف الراس عند سور وأمين، فبيضطروا هما الاتنين إن هما يشربوا بعد إلحاح من زمايلهم. وبعدها بيطلب أمين من سور إن هما يمشوا لأن الوقت اتأخر، لكن سور مش بتبقى في وعيها وبترفض تروح معاه وبتقول له هو يمشي وهي هتفضل هنا لحد ما الحفلة تخلص. وتاني يوم الصبح بتفوق سور في بيتها وهي مش فاكرة أي حاجة حصلت امبارح، ولما بتبص على الساعة بتلاقي نفسها متأخرة على ميعاد تقديم المنحة، فبتجهز بسرعة وبتاخد حاجتها وبتمشي من غير حتى ما تغير هدومها. وهي طالعة بيحاول باباها يمنعها ويزعق لها لكنها ما بتهتمش ولا بتسمعه بيقول ايه، وبتكمل في طريقها. وبتوصل سور لهناك وبتقدم تقريرها وسيرتها الذاتية، لكنها بتتفاجئ لما بيقولولها ان هم مش هيقبلوها في الجامعة، وده لانها كانت في حفلة مبارح ومخمورة ومش في وعيها، وبيعرضوا ليها صور وهي ماسكة المشروبات وبتكون مش في وعيها نهائي. وبيقولها مدير الجامعة ان الصور دي مرفوعة على كل مواقع التواصل، وان الصور دي اكيد مش متفبركة لان هي لابسة نفس الهدوم اللي كانت لابساها في الحفلة. وبيقولها ان قوانين المنح ان يكون الشخص المتقدم ليها محترم، لكن بالشكل ده مش هيقدروا يدوها المنحة سواء هم او اي جامعة تانية. فبتمشي سور من هناك وهي حزينة، وبتروح لأمين وبتسأله على اللي حصل امبارح، فبيقول لها انه ما يعرفش حاجة لانه مشي قبلها وسابها هناك بعد ما هي طلبت منه كده. فبترجع سور للبيت وبتتفاجئ ان باباها بيطردها من البيت وبيقول لها انها شربت خمور، وكمان جابت له العار وفضحته لما جه شاب يوصلها بالليل وهو شايلها وخبط على كل الجيران وقت الفجر وكلهم شافوه وهو شايلها وشافوا انها كانت مش في وعيها، وبيزعق لها باباها وبيضربها. فبتاخد سور شنطتها وبتمشي من البيت، وبتدخل لحمام عمومي في الشارع علشان تغير هدومها، وبتلاقي التيشيرت اللي لابساه مقلوب، وبتفهم ان هي كده غيرت هدومها في الحفله امبارح لان الطبيعي لما لبست الهدوم كانت معدوله عادي. وبتروح سور للفرقة المسرحية وبتسأل طارق مين اللي رجعها البيت امبارح، لكنه بيقولها انه مشغول وبيسيبها ويمشي. فبتسأل راما نفس السؤال، فبيقولها ان أنجل طلبت لها عربية أجرة من شركة نتكار بالليل لأنها كانت فاقدة للوعي. فبتروح لأنجل وبتسألها على الميعاد اللي طلبت لها فيه عربية الأجرة، فبتبعت لها أنجل سجل الطلبات،
وفي النهاية بتعرض صور على أنجون الصور اللي انتشرت عنها وبتسألها لو تعرف مين اللي نشرها، لكن بتقول لها أنجون إن الدنيا كانت ظلمة ومحدش كان شايف حاجة. وبعدها بتروح سور لأمين وبتوريله صورها اللي انتشرت، وبتقعد مع نفسها تحاول تفتكر أي حاجة حصلت امبارح لكن من غير أي فايدة. وتاني يوم بتروح سور لعميد المدرسة وبتطلب منه يتكلم مع المسؤولين في الجامعة ويخليهم يدوها فرصة تاني للمنحة، لكنه بيأكد لها إن بعد الصور دي ما ينفعش تاخد فرصة تانية لأن اللي عملته ده ضد قوانين المنح في أي جامعة مش الجامعة دي بس. فبترجع سور لأمين وبتقوله إنها هتبات هنا معاها الفترة دي، وبتقوله إن هي هتبذل كل جهدها علشان تعرف مين الشخص المسؤول ورا كل المصايب اللي حصلت لها، وبتطلب منه إن هو يساعدها في اختراق تليفونات الفرقة لما يقولوا هنا المكتبة يصوروا منه أي حاجة. ورغم رفضه للفكرة في البداية لكن لما بيلاقيها منهارة من العياط بسبب اللي حصل لها بيوافق يعمل كده. وبالفعل تاني يوم بيبدأوا يخترقوا تليفونات كم طالب من طلاب الفرقة، وبتشوف صور كل الصور اللي على تليفوناتهم وبرضه ما بتوصلش الحاجة، لحد ما بالليل بتشوف صور معاد ركوبها لعربية الأجرة وبتلاقي نفسها وصلت لبيتها في ساعتين، رغم إن المدة اللي المفروض توصل فيها هي 50 دقيقة بس. وبسبب كده بتروح صور تاني يوم لمقر شركة نتكار وبيكون معاها أنجون، وبتسألهم على سبب تأخيرها في الوصول لبيتها، فبيبعتوها تقابل السواق اللي وصلها واللي بيبقى راجل عجوز، وبيقول لهم السواق انه اضطر يوقف العربيه في نص الطريق علشان كاوتش العربيه فرقع، وان سبب التاخير ده انه وقف في منطقه المنتزه وغير الكاوتش وبعدين كمل في طريقه. وبالليل بتكمل صور اختراق لتليفونات الفريق، وبتشوف فيديو لطارق وهو بيحرك الراس في الحفله وبيوزع المشروبات، وبتلاحظ انه كان قاصد يوقف الراس ناحيتها، وكمان المشروب اللي ادهولها تشربه كان مختلف عن باقي المشروبات تماما. وفوق كل ده بتشوف طارق خارج من أوضة ضلمة بالمشروبات قبل اللعبة، وده بيخليها تشك فيه أكتر. وتاني يوم بتكمل صور اختراق في التليفونات وبتلاقي صور وفيديوهات قديمة من حوالي سنة، والصور دي بيكون فيها رؤساء الفرقة وهم بيجمعوا الطلاب الجدد وبيعملوا لهم طقوس غريبة علشان ينضموا للفرقة. فبتروح سور فورا لعميد المدرسة وبتوري له الصور والفيديوهات دي، فبيقولها انه هيتكلم مع الإدارة بخصوص الفيديوهات دي، ومع ذلك ده برضو مش دليل كافي يفيدها في مشكلتها هي، وانها لو عايزة فرصة تانية للمنحة في الجامعة لازم تجيب دليل حقيقي يثبت انها ضحية مش مجرد بنت مش محترمة. وبعدها بتروح سور للفرقة وبتقول لهم ان طارق حط مخدرات في مشروبها، فبيتخانقوا كلهم مع طارق وبيقول لها راما انه هيحل المشكلة دي وهيراجع الكاميرات اللي في بيته قدامهم كلهم. وبالفعل بياخد الفرقة كلها وبيراجع الكاميرات قدامهم، وبيطلع طارق اتأخر في الأوضة مش عشان يحط مخدر ولا حاجة، لكنه فضل يعيط بشكل هستيري وطلع برشام من معاه واخده، وبيفسر لهم طارق ان هو مريض نفسي وان دي أدوية للاكتئاب، وإنه كان فاكر إن هم عيلة واحدة ومش هيشكوا فيه اللحظة في أي مشكلة وهيدافعوا عنه، لكنهم أثبتوا له إن كل تفكيره كان غلط وبيسيبهم ويمشي. وبعدها بيقرر راما يسرع الفيديو علشان يشوف مين اللي استغل إن سور مش في وعيها وصورها وهي كده، وبيشوفوا كلهم في الفيديو إنها مطلعة موبايلها وبتصور نفسها بيه، وبكده تبقى هي اللي صورت نفسها ونشرت الصور بتاعتها مش حد تاني. وبيشوفوا برضو إن أنجون قربت منها وهي مش في وعيها وخدت محفظتها علشان تشوف العنوان في بطاقتها وتقدر تطلب لها عربية الأجرة، ومفيش أي حد تاني قرب من تليفونها ولا لمسه غيرها. وبيمشوا كل الطلاب ما عدا سور اللي بتفضل تقلب في الكاميرات شوية، وبتشوف نفسها وهي خارجة من الحفلة، لكن لما بتقرب الصورة بتبقى هدومها معدولة ومش مقلوبة، وساعتها بتفهم إن هدومها اتغيرت في الطريق لبيتها مش في الحفلة. وفي اللحظة دي بيقاطعها والد راما وبيطلب منها إنها تقعد تتغدى معاهم النهاردة، وبيقولها ما تزعلش على المنحة اللي راحت منها وإن هو هيدخلها الجامعة وهيدفع لها كل المصاريف، وكمان لما تبدأ تصمم له الموقع هيديها مرتبها علشان تصرف بيه على نفسها. فبتشكره سور جدا وبتبقى مش مصدقة نفسها من الفرحة. وأثناء ما سور كانت ماشية بتطلب مامة راما من ابنها إن هو يوصل سور بنفسه لأن عربيات نتكار ما بتوصلش للبيت هنا، فبتستغرب سور جدا من الكلام ده. وتاني يوم بتروح سور للمنتزة تتأكد من صحة كلام السواق اللي قاله لها، بس ما بتقدرش إنها توصل لحاجة، لكن بتشوف هناك تمثال كانت شافته في تليفون راما لما اخترقته في المكتبة، وبتشك سور إن راما كان موجود في المنتزة في نفس الوقت اللي كانت موجودة فيه هناك مع سواق التاكسي. فبتقعد سور مع نفسها وبتفتكر إن راما قال لها إنه خرج وقت الحفلة علشان يعمل تصاميم ورسومات علشان يضيفها للمسرحية، فبتروح بعدها لموظف المسرح وبتطلب منه تاخد تصاميم راما علشان تنزلها على الموقع. ولما بتاخد كل الصور وبترجع للبيت تشوفها
بتفضل تعمل عليها تعديلات وتحط لها فلاتر علشان تشوف أي حاجة أو أي رموز مستخبية في التصاميم، وبتكتشف إنها مش رسومات وتصاميم لكنها صور لظهر بني أدمين حقيقيين، ومتعدل على الصور بفلاتر ورسومات لحد ما بقت على شكل رسم كاريكاتيري وأضافها هو للمسرحية كأنها الرسومات بتاعته، وبيلفت نظرها صورة معينة من الصور وبتعرف إن الصورة دي هي صورتها لظهرها هي، لأن هي عندها وحمة مميزة في ظهرها فقدرت تتعرف على نفسها وسط الصور بسهولة، وعلشان كده بتقرر سور إن هي تخترق تليفون راما علشان تشوف هو راح فين يوم الحفلة، وبيقدر أمين إن هو يستدرجه للمكتبة وبيخترق تليفونه بنجاح. بس قبل ما تبدأ سور تقلب في التليفون بتسمع راما وهو بيطلب من أمين إن هما يرجعوا لشغلهم القديم، فبتشك سور في أمين، ولما بيمشي راما بتجبره إن هو يفتح لها جهاز الكمبيوتر بتاعه، وهنا بتكتشف سور إن أمين مخترق بيانات طلاب كتير ومعايا صور ليهم بدون إذنهم، فبيقول لها أمين إن أخته كانت مريضة ومحتاجة علاج وهو ما كانش معاه فلوس، وساعتها راما جاله وعرض عليه مبلغ كبير مقابل سرقة بيانات الطلاب وصورهم، فبتنهار سور وبتفقد أعصابها وبتفضل تكسر في كل حاجة وبتسيبه تمشي، وبتروح بعد كده لسايبر في الشارع وبتدخل من عليه على حساب راما بعد ما قدرت تخترقه لوحدها، وساعتها بتتأكد سور من شكوكها وبتعرف إن راما كان موجود في المنتزه في نفس الوقت اللي كانت هي متواجدة فيه، وبتكمل تقليب في صور راما وبتشوف صورة من الصور اللي راما بيصممها، ولما بتعمل لها تعديلات بتكتشف إن الصور دي لجسم فرح، فبتروح سور تاني يوم لفرح علشان توريها صورها، وبتطلب منها تساعدها في إن هما يبلغوا عن راما بالصور دي وياخدوا حقهم منه، لكنها بتلاقي فرح بتنكر إن دي صورها من الأساس وبتتعصب على سور وبتقولها تبعد عنها، وعلشان كده بتروح سور لوحدها لاسم الشرطة وبتبلغ عن راما، فبينشر الضابط بنفسه الصور دي في كل مكان وبيتفضح راما على إنه مريض نفسي ومعتدي على البنات، وبسبب كده رؤساء المدرسة بيستدعوا سور وبيقولولها إن الملفات اللي قدمتها ضد راما متفبركة ومتزورة، وبيطلبوا منها إنها تسحب القضية اللي ضد راما وإلا راما هيتخذ قصادها الإجراءات القانونية ويرفع عليها قضية تشهير، وطبعا هما جم في صف راما لأن أسرته من أغنى الأسر في البلد. وفي اللحظة دي بيدخل والد سور وكمان بيدخل راما وأسرته، وهنا بيفضل والد سور يترجى ويتوسل راما وأسرته إن هما ما يرفعوش قضية على بنته، فبيوافق راما إنه يسامحها مقابل إن سور تطلع في فيديو وتنفي كل المعلومات دي وتقول إن كل ده كان تزوير وإن هي كانت بتعمل كل ده لهدف الشهرة مش أكتر، ولو عملت كده هيرجعها لفرقتهم كمان ولا كأن حاجة حصلت. وبالفعل بتطلع سور قدام المدرسة كلها وبتنفي كل حاجة قالتها ضد راما، وده بعد ما باباها أجبرها أنها تعمل كده، ولما بترجع مع أسرتها بتقولها مامتها أنها عارفة أنها مش كدابة وإن فعلا في صورة من الصور للوحمة اللي في ظهرها، وبتقولها مامتها أنها هتفضل معاها لحد ما تثبت أنها مش كدابة، وبتاخدها مامتها وبيروحوا لدكتورة على أمل إن هما يقدروا يثبتوا إن بنتها اتخدرت يوم الحفلة، لكن بتقول لها الدكتورة إن عدى وقت كبير من ساعة الحفلة وحتى لو اتخدرت مش هيبان في التحاليل دلوقتي، وبتعرض عليهم الدكتورة إن سور تفضل عندها لحد ما يلاقوا دليل تاني يقدروا يستخدموه. وبعدها بيجي طارق وفرح لسور عند الدكتورة وبيقعدوا معاها، وبيحكي طارق لسور إنه كان عنده قبل كده جروح في إيده بعد ما مامته توفت لأنه كان حاول الانتحار، وراما ساعتها جه وبات عنده، وتاني يوم على طول لقى راما بيقدم تصميم ورسمة للفريق، ولكن عرف طارق إن الصورة دي هي الجروح اللي في إيده بس متعدل عليها بالفلاتر، ورغم كده رفض طارق إن هو يقول لأي حد في الفريق لأنهم أصحابه الوحيدين ومش عايز يخسرهم. وبتحكي لها فرح إنها في يوم كانت سهرانة مع راما وبعدها شربها مشروب وخلاها يغمى عليها، لكنها كانت بتفوق بين كل فترة والتانية وبتسمع صوت كاميرات وحست باللي بيحصل حواليها، وعرفت إن راما كان مجردها من هدومها وبيصورها، ولما حكت الموضوع ده لأصحابها محدش صدق إن راما ممكن يعمل كده وقالولها إن ده من أثار الشرب مش أكتر. ولما بحثت في الموضوع عرفت إن أنجون رجعتها لبيتها في عربية من عربيات نتكار برضو، فبيبتدي التلاتة يربطوا الأحداث ببعض وبيعرفوا إن راما كان متفق مع سواق من سواقين نتكار علشان يساعدوا في العمليات القذرة دي، فبيقرروا إن هما يروحوا للسواق ويخدروه ويحاولوا يتأكدوا من المعلومات دي. وبالفعل بيروح طارق يقابل السواق وبيطلب منه يوصله لمكان معين، وبيوافق السواق وبياخد طارق علشان يوصله، لكن في الطريق بيفرقع الكاوتش، وده لأن فرح فرغت الهوا من كاوتش العربية وكل ده جزء من خطتهم.
ولما بينزل السواق يغير الكاوتش ما بيقدرش يغيره ولا بيقدر يشيل الكاوتش حتى، فبيتأكد طارق انه كذاب وما بيقدرش يغير الكاوتش زي ما قال لسور قبل كده، فبيضربوا طارق لحد ما بيغمى عليه وبياخدوه يودوه لبيت الدكتورة، وبيمسكوا تليفونه وبيكتشفوا انه بعت رسالة لراما قبل ما يفقد وعيه وقال له يراقب تليفونه لانه كان شاكك في طارق من الاول، ومع ذلك ما بيهتموش. وبتبدأ سور تقلب في تليفون السواق وبتشوف الفيديوهات والصور اللي كان بيعملها السواق مع راما وهما بيصوروا الأشخاص وهما مغمى عليهم ومجردين من ملابسهم، وبكده بقى معاهم دليل قوي على راما ما يقدرش ينكر إنه متفبرك. وفي اللحظة دي بيدخل مجموعة أشخاص بيرشوا دخان بأجهزة وبيخلوا كل حاجة ضباب، وفجأة بيدخل راما ومعاه رجالته وبيبدأوا يضربوهم كلهم، وبياخد راما موبايل السواق من سور وبيولع في التليفون وبيولع في السواق نفسه وبيهرب هو ورجالته، وبيضيع الدليل الوحيد اللي كان معاهم ضد راما. وتاني يوم بتاخد سور وفرح مكنة التصوير وبيطلعوا فوق سطح المدرسة وبتنشر كل واحدة فيهم قصتها بالتفصيل مع صورة ليهم من اللي راما كان صورها لهم، وحتى طارق بيشارك معاهم وبيعمل زيهم، وكل القصص والصور دي بيرموها وبيوزعوها في كل مكان في المدرسة. ورغم ان هم كانوا فاكرين ان محدش هيصدقهم، لكن بيلاقوا ناس كتير مروا بنفس الموقف ده من راما وكانوا خايفين يتكلموا، لكن لما شافوا سور واصحابها اتشجعوا زيهم، وكل بنت اتعرضت لنفس الموقف من راما بتطلع فوق السطح مع سور والباقي وبيكتبوا قصصهم وبيوزعوها وينشروها زي سور وباقي اصحابها. وبيتفضح راما في المدرسة كلها، ولما بتعرف أنجل حبيبته بتتعصب عليه وبتضربه لأنها كانت واثقة فيه وبتحبه، وبيقدر كل شخص اتأذى في يوم من حد أقوى وأغنى منه يتشجع ويعترف بالحقيقة بعد ما كانوا بيخافوا لا تحصل لهم مشاكل لمجرد إن الشخص ده عنده نفوذ وأغنى منهم. لكن بسبب بنت واحدة شجاعة ما سكتتش عن حقها كلهم اتشجعوا زيها وما خافوش من المشاكل أو غيره وظهروا الحقيقة من غير خوف، والفيلم بيخلص. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك، ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروة القاضي.